لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم. وفاة اللاعب الجزائري عماد سليماني في حادث سير. لقي لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري لكرة القدم عماد سليماني مصرعه إثر حادث مرور أليم في الجزائر. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك بيانا أكدت فيه رحيل لاعب فريقها إلى الأبد، وأضاف البيان أن لاعب الفريق يتواجدون في وضع نفسي سيء. وأكد البيان إن إدارة وداد مستغانم راسلت رابطة الدوري الجزائري ما بين الجهات من أجل تأجيل مواجهة الفريق المقبلة ضد مولودية الحساسنة. ويعد الراحل عماد سليماني من أصدقاء اللاعب الدولي بغداد بو نجاح وكذلك محمد بن يطو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.